عمل هو طرح صحيح. عليك صح؟ صحيح. ليش؟ الأسباب ارتباطي بأعمال أخرى ما في أي سبب تاني. نعم. ياسر العظمة تاريخ يعني تاريخ بالمعنى يعني معلش أنا أقول شغلة نعم. عن الفنان ياسر تفضل. يعني أنا بالنسبة إلي الفنان ياسر العظمي لما أنا أول مرة وقفت أنا إلى الآن لما بوقف قدامه في التمثيل بضحك يعني أنا صعب أني أنا أكون واقف أنا وياه بدون ما أضحك لأنه أنا بتذكر بأني أنا من وقت ما أرجع من المدرسة مرايا في التلفزيون وقلت أيضا ياسر العظمة تجمعني معه صداقة حميمة جدا وهو معلمي الأول وأنا من القلائل الذين أعطاهم ياسر العظمة الأدوار الأولى في لوحات مرايا وله فضل على الكثير من الوجوه صحيح. التي برزت في الدراما السورية طبعا. طيب ليش ما تشارك في أعمال كوميدية؟ أنت بتقول أن أنا ما بشوف روحي بالنوع الكوميدي أو باللون الكوميدي عفوا مشاركتي مع الفنان ياسر العظمة كانت استثناء بالنسبة لي الكوميديا أنا فيما لو تقدم لي نص حسيت بإني أنا هذا النص ممكن أعمل فيه الكوميديا مثل ما بحب أنا أني أنا أعملها فما رح أتردد نهائيا علما أنه أنا أغلب أعمالي المسرحية هي كوميدية أغلبها يعني إن كان في دراستي في المعهد وبعد التخرج لكن عندك رأي بالتلفزيون بتقول معظم الكوميديا اللي بينعرض حتى في الدراما السورية معظمها تهريج لا أنا ما قلت تهريج أنا قلت أنه هذا النوع الذي يعرض لا ينسجم مع ما أريد أن أقدمه في الكوميديا ما بعرف أعمله نرجع للأسماء الأستاذ حاتم علي طبعا تغريب الفلسطينية عراب عراب عرابك عراب عرابي مو بس عرابي عراب الكثيرين عراب في الدراما السورية ككل أضاف بصمات في الدراما العربية أظن بأنه هي أضاف أكثر من بصمة يعني يحق لحاتم علي أن يضيف أكثر من بصمة في الدراما العربية ككل شفت بشكل مختلف من عمل إلى آخر يعني من أحلام كبيرة إلى ربيع قرطبة إلى صراع على الرمال طبعا في كل عمل حاتم علي متجدد في كل عمل نعم محمد بدر خان التجربة الأولى يعني كانت بالتوازي مع أسرار المدينة كانت أنا ما عرفته كثير لمحمد بدر خان فبالتالي ما يعني كانت تجربة أولى معه بالتوازي مع أسرار المدينة هل الاختلاف يعني في التعاطي مع المخرجين مع هذه الأسماء طبعا من اسم إلى اسم ضروري للفنان بتحس طبعا التنوع ولا ممكن أنت بتشكل ممكن تروح مع جروب مثلا يعني ينسب لمخرج ما واللي احنا نشوفه اليوم يعني مثلا مجموعة مثلا حاتم علي فنانين مثلا هيثم حقي يعني في أسماء تنضم لاسم معين أي أنا ما بشوف أنه في مشكلة في موضوع الشلالية لفترة معينة يعني مو عيب انه المخرج يكون مرتاح لمجموعه من الممثلين ومرتاح لكاست فني عملوا عمل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لكن لفتره معينه لاستكمال هذه التجربه وصولها الى الاقصى ومن ثم البدء بتجربه اخرى ما بشوف عيب على الاطلاق تستشير احد على يعني موافقتك باي دور من الادوار لما تاخذ نص ترجع لحدا لا ابدا لا فقط احساسك احساسي يعني. هاي عينك القويه اللي تقول عنها احساسي وانا بقول لك انه انا مو كل الاعمال اشتغلتها بناء على رغبه شخصيه كثير من الاعمال اشتغلتها نتيجه دوافع ماديه بصراحه بقول لك يعني دوافع ماديه طبعا لانه الممثل السوري لا يستطيع انه يعني يعيش من خلال مسلسل واحد في السنه الى الان يعني اذا بدنا نحكي بهذا الموضوع كمان وانت ذكرت بأسى ان احنا نفتقد للتقاليد الانتاجيه إلى الآن نفتقد إلى التقاليد طبعا إلى الآن لما وصل الممثل السوري لفترة رفع فيها شأن الدراما السورية عرف الوطن العربي على حقيقة الأسرة السورية وعلى تقاليد والمجتمع السوري المجتمع الدمشقي وغير الدمشقي لما بلش يصل شو بيقولوا يعني يشم ريحة ربه شوي المنتجين في سوريا حاولوا مجددا أن يعني مثل ما يقولوا ردوا يحدوا من طموحه بتكسير الأجور للممثلين السوريين عموما تحس أنك مظلوم في أجرك باسل؟ أنا لما بحكي ما بحكي عن حالي بس لا احنا خلينا نحكي عنك لأن أنت اليوم ضيفنا الممثل السوري مهما أخذ هو مظلوم مظلوم مهما أخذ لأنه هو أقل من أي ممثل آخر عم يشتغل فيه يعني بالتوازي مع ما أنتجته الدراما السورية هو أقل ما يأخذه أي ممثل في مصر ولا في الخليج ولا في دول قريبة منا بياخد قليل باستثناءات بسيطة
لأن يعني في أجور عالية في أجور كويسة يعني هم طبعا يعني أنا ما بكذب عليك، أنا واحد من الناس اللي وصلت لمرحلة أجري فيها صار منيح. بس حاليا في محاولة يبدو في إجماع من قبل كثير من المنتجين في سوريا على تكسير هذه الأجور. وأنا برجع بقول وبلوم الناس اللي اشتغلوا بالمسلسلات التركية، لأنه أنا قلت سابقا بكذا لقاء بأن المسلسلات التركية ستضطر، الممثلين الذي عملوا فيها سيحفرون قبورهم بأيديهم. نعم. أنا مالي ضد المسلسلات التركية، وأنا قرأت التركية. هذا في تصريح خطير لك يعني بخصوص هالموضوع، يعني عم بيأثر عليكم هالشيء؟ عم بيأثر بشكل طبعاً مباشر جدا. بجوز اليوم رح كون شوي أناني، بجوز أنا ما يأثر علي بكل صدق عم أقول لك. يعني الدراما في سوريا بالنهاية فيها أسماء لأجيال معينة رح تشتغل، رح تشتغل. عرفتي كيف؟ أسماء موجودة مطلوبة، حققوا حضور ما لهم نسبة كبيرة من الناس اللي بتحبهم، رح يشتغلوا. لكن البقايا وين بدهم يروحوا؟ هذا اللي عم أقوله أنا. بتراهن على هالمسلسلات ممكن تستمر؟ يعني وبيكون لها نفس الحضور والحظوة. رح أحكي كلمة قاسية شوي بس بتمنى أنه اللي عم يسمعونا بكرة يفهموا قصدي مزبوط. الفنان لا يجب أن يراهن على ذوق الجمهور أبدا. مو مهمة الفنان أنه هو يتبع ذوق الجمهور، مع احترامي لكل الجمهور اللي هن أهلي وجر، يعني من أهلي وجر. مهمة الفنان دائما كانت مهمة نخبوية وهي تحاكي الجمهور. ما بتخاف على جمهورك بهالكلام؟ بس طبعا بخاف، لان يعني عاده يجاملون الفنانين حقيقه، دائما يقولون احنا يعني علاقتهم مع الجمهور، خلينا نقول هذه العلاقه الاشكاليه اللي ما تنتهي والازليه، يعني دائما بيجاملوا في شيء من المجامله. انا اليوم احس انه بتقول ان المهمه نخبويه، كيف ممكن يكون نخبوي وشعبوي في نفس الوقت؟ انا بقول لك كيف دكتوره، انا ما بخاف من الجمهور لانه هون في حد فاصل، هون صار في موضوع يتعلق بإما هبوط حاد ومنحدر بالنسبة للدراما في الدراما والذوق العام ككل، أو التطور، التطور في الذوق الشعبي والتطور في الذوق الفني أيضا. لكن احنا مش متفائلين كثير بهذا التطور، لازم صح ولا لا؟ أنا ما بقول أنا عفوا أنا ما عم بقول أنه لما بقول هذا الكلام لا أقصد بأنه الجمهور، نحن واجبنا تجاه الجمهور الارتقاء بالذوق. يعني الجمهور اللي عم يشتغل طول النهار واللي عنده هم اول انه هلا يحصل لقمه ياكلها ولبس يلبسه هو واولاده ومرته والعائله، عنده هموم اخرى، اولويات خاصه، ما له فاضيه حتى يطلع على ما يحصل في العالم. صحيح، نحن من واجبنا انه نحن نرتقي بهذا الذوق. انا ما عم سب جمهور، وهذا يعني ينسحب على كل شيء بالحياه، بالفنون كلها يعني. طبعا يعني بعوده بسيطه الى الخلف تلاقي بانه لا، الذوق كل ماله عم ينحدر بالموسيقى، بالمسرح، بالدراما. تطورت الدراما، تطور التمثيل، لكن النصوص اللي كانت قبل كانت أهم مثلا. لذلك أنا أقول المعادلة صعبة جدا، حتى أنت تمشي نصف المسافة إلى الآخر لازم الآخر أيضا يعمل جهد. أنت عندك مهمة الارتقاء، لكن هل الآخر يعني المتلقي، خلينا نقول شوية إحنا ما يعني بنقسي على المتلقي، لكن هل هو بيعمل هذا الجهد ويبادر بأنه يسعى أيضا إلى مشكلتنا؟ نحن مشكلة مو عند المتلقي، المشكلة عنا نحن، نحن اللي عم نقدم له هذا الشيء. التلفزيون جهاز خطير جدا يدخل إلى كل بيت، مهمتنا هذا نعرف شو ندخل لهدول الناس اللي هن أهلي، عم قلك من أهلي ورايح أكيد. أوكي. رح نرجع إلى طبعا إلى التلفزيون وإلى عملك الأخير صراع على الرمال، هذا الدور اللي يمكن نقول عنه أيضا كان دور الحبيب، لكن بشيء ممكن بلمسات معينة، أنت عملت لصياغة معينة. صحيح. بعد قليل مع الفنان باسل خياط. حلمي غدا لي سراب ويتعب الحالمين، تبع السراب وأنا ما همني المتعب،
درب الصعايب إلى حفرة يوديني شو شعورك وانت قاعد تشوف هالمشهد؟ طبعا يعني هذا المشهد هو بالأصل ما كان موجود.